مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ تخفي المحيطات والبحار العديد من الألغاز التي قد لا يكشف النقاب عنها أبدا، لكنها في مناسبات نادرة تباركنا بلمحة من أسرارها من خلال نشر بعض الأشياء المثيرة للاهتمام على الشواطئ. واليوم سنعرض لكم أغرب الأشياء التي وجدها الناس على الشواطئ. السفينة الشبح. جرفت سفينة شحن مهجورة إلى ساحل مقاطعة كورك في أيرلندا بسبب الطقس السيء الذي ضرب أوروبا مصاحباً للعاصفة دينيس. ورصد أحد المارة السفينة المعروفة باسم السفينة الشبح على صخور ساحل قرية باليكتون التي تشتهر بالصيد. وقال جون تاتان رئيس منطقة محلية للإنقاذ البحري: هذا يحدث بنسبة 1 في المليون فقط. تعرف السفينة باسم آلتا وكان لها العديد من المالكين والأسماء. أنشئت السفينة في عام 1976 وآخر علم كانت ترفعه هو علم تنزانيا، وكانت سلطات دول عديدة على دراية بإبحارها بلا هدف حول العالم بعد إنقاذ طاقمها، وشهدت آخر مرة في أيلول سبتمبر عام 2019 بواسطة سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية. وبدأت القصة التي انتهت بها إلى أيرلندا في سبتمبر عام 2018 عندما كانت لا تزال تحمل طاقماً وتبحر من اليونان إلى هايتي. أدت مشاكل غير معروفة على متنها إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وانحرفت السفينة في البحر لمدة 20 يوماً على بعد حوالي 2100 كيلومتر جنوب شرق جزيرة برمودا، وذلك وفقاً لخفر السواحل الأمريكي الذين أصبحوا على دراية بمشكلتها. ومع بقاء مؤونة يومين فقط من الطعام على متن السفينة، أرسل خفر السواحل الطعام وغيره من الإمدادات إلى طاقمها، ومع اقتراب الأعاصير قرر خفر السواحل إنقاذ أفراد طاقم السفينة المتعطلة البالغ عددهم 10 أشخاص ونقلهم إلى بورتوريكو. وقال متحدث باسم مركز العمليات البحرية في برمودا في ذلك الحين: لا تزال السفينة آلتا منجرفة إلى جنوب شرق برمودا مع استمرار محاولات إنقاذها من جانب أصحابها. سفينة البضائع MSC زوي. تعرضت سفينة البضائع MSC للعواصف وسقطت أغلب صناديق البضائع التي وصلت تكلفتها إلى 25 مليون دولار تقريباً، والمحيط جرف البضائع إلى أحد شواطئ جنوب شرق آسيا. فكانت البضائع والمنتجات كثيرة ومتنوعة من أحذية ومستلزمات طبية، وأحد الصناديق كان يحمل سيارة وغيرها من المنتجات، واستطاعت القوات إنقاذ تقريباً 30% من خسائر السفينة. توربيد عسكري. من المعروف أن السفن العسكرية تستخدم التوربيد كسلاح فعال في المياه لضرب السفن الأخرى تحت الماء، ولكن من الغريب أن يبقى هذا التوربيد غير منفجر بحالته كاملاً وصحيحاً وتجرفه المياه إلى الشاطئ، خاصة إذا كان هذا التوربيد من الحرب العالمية الثانية. سيارة فاخرة. تفاجأ سكان إحدى مدن أيرلندا بوجود سيارة فاخرة من طراز حديث على الشاطئ، ولم يفهم أي أحد كيف جرفت المياه هذه السيارة، والتوقع الوحيد المنطقي هو غرق أحد سفن البضائع وجرف السيارة إلى الشاطئ. ولكن هذا أمر يحدث بشكل نادر جداً، ولذلك قرر كل سكان هذه البلدة التقاط الصور مع هذه السيارة. حورية البحر. لطالما حلق خيال الإنسان بحثاً عن حورية البحر التي تملأ الأساطير والقصص الخيالية، ومؤخراً انتشرت مجموعة صور لحورية أو عروسة بحر قيل إنها وجدت على أحد الشواطئ الألمانية، ولشدة التأثر بالصور تم تناقلها بشكل غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قيل إنها وجدت في شاطئ جنوب لبنان وشاطئ في البحرين، إلا أن هذه الحورية كانت مجرد دمية صنعت لفيلم قراصنة الكاريبي عام 2011، وتم العثور على هذه الدمية في عام 2014. الحوت النافق أوريغون. في عام 1970 تشاورت دائرة نقل ولاية أوريغون في الولايات المتحدة مع البحرية الأمريكية، وقرروا أن أفضل طريقة للتخلص من جثة حوت نافق كانت موجودة على أحد الشواطئ
هي تفجيرها بنصف طن من الديناميت. ولقد أرادوا تفجير الحوت بغرض تفتيته إلى قطع صغيرة لتأكل منها الأسماك والقروش، بينما تتعفن القطع الباقية مع مرور الوقت. لكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد تسبب الانفجار في تضرر وجرح المشاهدين والمصورين على نطاق 400 متر، وتساقطت عليهم قطع اللحم والدهن، ودمرت السيارات جراء انهمار قطع الحوت الكبيرة عليها. أما القطع المتناثرة فقد كانت كبيرة لدرجة أن الأسماك لن تقدر على أن تأكل منها. 100 حوت طيار على شواطئ نيوزيلندا. نفق حوالي 100 حوت طيار على سواحل جزر تشاتام النائية في نيوزيلندا، وذلك لدى جنوحها على الشواطئ، فيما استعملت السلطات القتل الرحيم مع مجموعة أخرى، وجنحت أكثرية الحيتان على شواطئ الأرخبيل الواقع على بعد 500 كيلومتر من جنوب شرق البر النيوزيلندي، وفق ما نقلت فرانس بريس عن وزارة التنوع الحيوي. وقالت المسؤولة جيما ويلش إن 69 حوتاً نفقت لدى وصول السلطات المكلفة بحماية الحيوانات البرية، فيما أوضحت أن السلطات في نيوزيلندا مارست القتل الرحيم في حق 28 حوتاً طياراً وثلاثة حيتان آخرين. وأشارت ويلش إلى أن السلطات اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب حركة الموج القوية واليقين شبه التام بأن حادثة الجنوح هذه ستستقطب أسماك قرش بيضاء كبيرة. كائن بحري ضخم. تفاجأ سكان بالي بنفوق كائن بحري ضخم على أحد الشواطئ، يبلغ طوله تقريباً 20 متر، وهو أقرب في الشكل والهيئة إلى الأخطبوط، ولكن حجمه أكبر من الأخطبوط بعدة مرات. قررت السلطات إغلاق هذا المكان لدراسة هذا الكائن الغريب وغير المعروف. قطعة حجرية. عثر هذا الشخص من جنوب شرق آسيا على هذه القطعة الماسية التي بلغت قيمتها 592 ألف دولار، ويعتقد البعض أن هذه القطعة الحجرية تكونت من تحليل أحد الكائنات البحرية، والغريب أن هذه القطعة كانت لها رائحة طيبة. برج تعدين. في عام 2016 تم العثور على غاطس التعدين، أي برج التعدين، في جزر مارشال، وكانت من أغرب الأشياء التي عثر عليها على الشاطئ. من المؤكد أنك رأيت يوماً برجاً حديدياً في وسط المحيط خاص بشركات التعدين، ولكن الغريب أن تقوم عواصف قوية بجعل برج قوي مثل هذا ينتزع من مكانه وتجرفه المياه بحالته سليماً إلى الشاطئ. تقدر قيمة هذا البرج بالمعدات الموجودة فيه بقيمة مليار دولار، وكان أشبه بسفينة تسير على الماء، وقدرت الخسائر بعد استقرار البرج على الشاطئ تقريباً بـ 26.35 مليون دولار. كائن بحري غريب على شواطئ أستراليا. فوجئ عدد من سكان منطقة فيكتوريا في الجنوب الأسترالي بكائن بحري عجيب بعدما لفظته المياه، وبدأ ممدداً على الرمال بمواصفات لم يجري رصدها من قبل. فإن هذا الكائن هو نوع من أسماك القرش، لكنه يمتاز بشكل غريب، فهو ليس ضخم الحجم لكنه طويل ولديه ذيل، ومن المعروف أنه لا يؤذي البشر، ويظل هذا القرش على مقربة من الشاطئ لأنه يعتمد في غذائه على بعض الأسماك الصغيرة، ولذلك فهو يستطيع أن يعيش في أحواض صغيرة لفترات زمنية ليست بالقليلة. هيكل عظمي لكائن غريب. انتشرت صور هيكل عظمي لمخلوق غريب ومخيف على الإنترنت على نطاق واسع بعد أن نشرها الصحفي المحلي الشهير كريس لينتش. فقد عثر أحد سكان نيوزيلندا على هيكل عظمي لمخلوق مخيف من أصل غير معروف أثناء تنزهه على الشاطئ، ويظهر في الصور مخلوق مخيف بذيل طويل ومخالب وأجنحة وفم مليء بالأسنان، ويشبه المخلوق وحشا من سلسلة أفلام الغريب. وكتب الصحفي على الفيسبوك: هل يستطيع أي أحد تحديد نوع هذا المخلوق البحري؟ لقد أرسل لي هذه الصورة أحد السكان المحليين. لقد عثر عليه على الشاطئ بعد العاصفة، يشبه مخلوقا فضائيا. هيكل عظمي لكائن بحري مخيف. أثار العثور على هيكل عظمي لكائن بحري غريب على إحدى سواحل اسكتلندا بفعل عاصفة جيارا
دهشة واستغراب المواطنين والخبراء في الدولة البريطانية، فقد تسببت عاصفة جيار القوية التي تضرب أجزاء كبيرة من أوروبا وبشكل أخص بريطانيا في قذف مياه البحر لهيكل عظمي لكائن بحري غريب على ساحل أباردنشاير يشتبه في كونه حوتاً. وبعد نشر صورته على منصات التواصل الاجتماعي بدأت التعليقات تنهمر حول ماهيته، وقال البعض مازحاً إنه وحش بحيرة لوخنس الأسطوري الذي ذكر في القصص والروايات الأسكتلندية القديمة. العثور على دولفين برأسين ميت على أحد شواطئ تركيا. في حادث نادر من نوعه ظهرت جثة لدولفين له رأسين على أحد الشواطئ التركية. بحسب ما نشرت مجلة التايم الأمريكية، فقد جرفت الأمواج جثة الدولفين على شاطئ في بلدة ديكيلي الساحلية التي تقع على بحر إيجا، والتقط صورته مدرب الجيم توغرول ميتين أثناء تقضيته لإجازة. وبحسب المجلة ذاتها، فإن تصريحات صادرة عن علماء الأحياء البحرية لوسائل الإعلام التركية جاء فيها أن هذا أمر نادر الحدوث، حيث قال العالم محمد جوكوغلو إنه نظراً لندرة هذا الحدث سيتم دراسة هذا الدولفين من قبل الباحثين في جامعة أكدنيز. العثور على سفينة بضائع. جرفت المياه سفينة بضائع تعرضت للغرق منذ عام 1950، وقد جرفتها المياه إلى أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا. والغريب أن السلطات الأمريكية قررت الإبقاء على السفينة على الشاطئ لتكون كمعلم سياحي يأتي السياح لزيارته والتقاط الصور بجانبها. حطام البي 38 هذه على أحد الشواطئ الويلزية. تظهر على السواحل الويلزية بقايا هيكلية لطائرة مقاتلة أمريكية تحطمت خلال الحرب العالمية الثانية، وتخضع تلك الطائرة حالياً للحماية باعتبارها أول موقع تحطم طائرة عسكرية في المملكة المتحدة يتم حمايته ليصبح منطقة تاريخية وأثرية. تقع الطائرة الأثرية على عمق مترين تحت قاع البحر في شمال ويلز، وعندما تكون ظروف البحر والرمال طبيعية تماماً تصبح الطائرة مرئية وسط الرمال. مركبة تعمل بالطاقة الشمسية. جرفت المياه قارباً خشبياً صغيراً على أحد شواطئ أستراليا كان مخططاً له السفر إلى سيدني وهو يعمل بالطاقة الشمسية، ولكن يبدو أنه تعرض لعاصفة وانهار والمياه جرفته إلى الشاطئ مرة أخرى. وعندما نجا مالك القارب قرر التبرع به لصالح أحد المشردين ليكون كمنزل له. العثور على جزء من طائرة عسكرية. تم العثور على جزء من حطام طائرة عسكرية للجيش الأمريكي، ويعتقد المتخصصون أن الطائرة تعرضت للقصف وسقطت في منتصف المحيط، وجرفت المياه هذا الجزء من جناح الطائرة إلى أحد الشواطئ الأمريكية، وقامت السلطات بتثبيت هذا الجناح على الشاطئ ليكون معلماً سياحياً. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟